مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الموضوع اللي كيتعلق في الأول برابعة اللي تزوجات 45 سنة حسب التصريح ديالها تخلى عليها الزوج، من بعد ناقشنا الموضوع مع الإبنة ديالها اللي هي يوتيوبر تورية. مشاهدينا الكرام، العائلة الثانية اللي هي موضوع النقاش اللي هي الزوجة ديال محمد والإبنة ديالو اللي تاهي يوتيوبر، طالبوا بالتعقيب على مجموعة من النقط اللي كيشوفوها هما مغالطات. مشاهدينا الكرام، تناولنا القصة مع الأب، ثم ناقشنا الموضوع مع الأم اللي هي الزوجة الثانية، الآن غادي نشوفوا الموضوع مع فاطمة الزهراء اللي هي يوتيوبر معروفة بفطومة شانيل. غادي نشوف معها الموضوع من الزوايا ديالو كاملين. تبعتي الحوار مع الأب ديالك، تبعتي الحوار مع الأم، الأخوات ديالك اللي هما من الأب موضوع النقاش، والأم ديالهم، كيفاش شفتي هذا الموضوع؟ كما سمعتي أخويا التصريح ديال الأب ديالي والأم ديالي أنني أنا راني أختهم من الأب ديالهم. أنا هاد الخواتات نهار حليت عينيا عرفت عندي خواتات من الأب ديالي. ملي كنا صغار كانت العلاقة مزيانة، ما كانوش المشاكل نهائيا، كنت أنا صغيرة وهم صغار. كان الأب ديالي كيشوفنا وحنا فرحانين وحنا مجموعين، كان كيفرح. كان النهار اللي كيشوفني نهار كيديني عندهم وكيبغيوني وكنبغيهم، كانت هذيك هي احسن حاجه عندهم، ما تيخلي ما كان تيدير. صافي كنا تهناو مزيان. نهار غنكبر امتى غيبداو المشاكل؟ غيبداو المشاكل نهار غنكبر وغنتزوج وهما غيتزوجوا، تما غيبداو المشاكل. واحد النهار انا جيت من الامارات، كنت كنهضر انا وياهم، دايرين جروب في الواتساب، اختنا جي عندنا غنرحبوا بيك غنديروا ليك غنفعلوا ليك. فعلا جيت انا وليداتي، هزني بابا وماما وخويا الصغير، مشينا عندهم. فعلا تجمعنا. نهار الثاني كنت انا جيت جبت شي كادوات وداك الشيء، يمكن ما عجبهمش الكادوات، كان هذا هو المشكل. كانوا كيتوقعوا انني غنجيب اليوم يمكن كثر، لكن بحكم هما تبارك الله راه خمسه وكلهم كل وحده فيهم والده ثلاثه اربعه، استقبلوني نهار الاول بوجه، نهار الثاني وجه اخر. كنحس بهم انهم كلهم كيتغامزوا عليا. صافي هزيت وليداتي رجعت في حالاتي. ملي جينا بداو التليفونات المعيور، تعايرنا ما عايروني انا عايرتهم، امي عايرتهم، هم عايرتهم، امي. سدينا الموضوع صافي. هاد الشرف 2019 وقع لي واحد النقاش بيني وبين راجلي، راه الناس اللي كيتابعوني عارفين شنو واقع. انا واحد السيده عندي واحد القناه اللي كانت قناه زوينه ومحترمه وكنبارطاجي فيها حياتي انا وراجلي ووليداتي من الامارات، باقا ديك الساعه كاع ما جيت للمغرب، حتى حد ما كان عارف انني راه عندي خواتات. مع عمري ما جبت الموضوع، تنقول دي مشاكل شخصيه ما كاينش غادي تعاود. تناقش انا وراجلي، راجلي كان طلع للانستغرام طلع هذا الموضوع ديال النقاش اللي بينه وبينه، انا ما هدرتش. دخلتو نتوما اخواتاتي، دخلتو عند الراجل الانستغرام، وراه عمرو ما شافهم، ما تعرفهمش لحد الان، يومين هذا عمرو ما شافهم. دخلتو عنده، اودي انت راك ولد الناس، هذيك راه اختنا وحنا عارفينها وعارفين امها وعارفين القصه ديال حياتها قبل ما تتزوج بها. المهم ضربوا في العارض وضربوا في الشرف ديالي وضربوا في الشرف ديال امي، وما كاين حتى شي راجل غادي يبغي يسمع على مرته هذاك الشيء اللي تقال. انا كون جيت نطلع لي زوديو ونطلع داك الشيء اللي انا دابا حاليا، انا غادا قانونيا ممكن الموضوع طول شوية لحقاش كانوا إجازات قضائية 87، أما نتيقتي في القانون لحقاش 9 شهور من شهر واحد، وأنا كيدير عليا لايف يوميا. كنت عارف أنني بنت الحرام، أن والدي والديني بطريقة غير شرعية، أن ولادي اللي والدهم حاليا مولودين كيقولوا لمحمد وسير شوف هذوك واش ولادك اصلا. راه هذا الشيء هضره اللي كتقال راه حشومه انني انا اصلا نقولها في اليوتيوب قدام الناس، ولكن الناس اللي كيشوفوا اللايفات راه عارفين شنو كاين. مهم طلاق، غنرجع معكم شويه لور. جيتو شديتوني من الجهه الداراني، الراجل انا وياه مخاسمين، السوشيال ميديا كله كيهضر علينا. دخلتو عند الراجل،
صاحبتو معاه، ولا هو خوكم، صاحبكم وخوكم وما عرفت شنو، وانت خونا وحنا غنوقفوا معاك، وراها شنو كانت كتسوها، شنو كانت كدير قبل ما تجوزها، وها شنو ما كدير. واش مهم؟ صافي تصالحت انا ومحمد، الناس كلهم اللي كيتابعوني كلشي كانوا ضد هذا الخصام اللي كان بيني وبينه، كلشي محمد ارجع لمرتك، محمد راه ما عرفناك شكا، محمد راه مرتك، الناس كانوا عندهم واحد الفضل كبير اننا تصالحنا. نهار تصالحنا صافي السيد اعترف بالغلطه ديالو انه كان ضدي معاهم. صافي تصالحنا، بدينا صفحه جديده، ناضوا شنو، ولاو ما بقاوش كيهاجموني انا، ولاو كيهاجموني انا وكيهاجموا محمد. محمد في الاول كان الحبيب ديالهم، من بعد ما تصالح معايا ولا العدو ديالهم. يوميا قلت لك يدير لايف كيتعاير هو بنص مطل تحت، وانا لدرجه وصلوا العدو ستي دخلوا الانستغرام ديال محمد وتيمشيو للفولور ديالو ودخلوا عند عدوسي اماراتيه، ها مرت ولدك شنو كدير، كانت كدير، وها شنو كانت كدير، وها شنو كانت كدير، وها شنو كانت كدير. انا بغيت نعرف شنو هي الحاجه اللي درتها خايبه بزاف حتى لهاد الدرجه اللي غتوصلهم انهم يكرهوني هذا الكره كامل. واخا عندكم مشاكل مع امي، عندكم مشاكل مع باباكم، ما مزيانش تخلى عليكم هذاك الشيء، راه الوالد صرح بيه والناس غيكونوا سمعوا، وراه ربي كاين وشاهد وعارف واش الاب مظلوم او ظالم، وكذلك امي واش مظلومه ولا انا، واش كبش في هذا الشيء كامل. انا شنو الغلط درت؟ بغيت نعرف شنو، علاش هادشي كامل؟ اش غديروا لي لايف يوميا؟ ومن بعد ها نتوما درتوا هاد اللايفات كاملين يوميا، اشنو غيرتوا؟ ما بدلوا حتى شي حاجه، اللهم كتفرغوا داك الحقد ديالكم من جهتي ومن جهة امي. الاب دائما راه كتكون معروفه ان زوجة الاب ما كتبغاش، والربيبات تاهما ما كيتبغاوش، لكن باكم عنده 70 عام، 74 عام في عمره، واش با غادي يعيش 70 عام اخرى؟ ما غايعيشهاش با، راه مسكين شحال غايعيش كاع، الله يطول في عمره شحال غايعيش مازال كاع، ما غايعيش 70 عام اخرى. راه الناس والديهم ديروا، حنا با ما مزيانش، راه الناس والديهم لحوهم الزنقه ومن كبروا هزوهم، لحوهم الخيريه ونهار كبروا بغاو غير الحضن ديال الوالدين ونساو الماضي. شنو هي الرساله ديالك اليوم انت كما كان حالت ام خواتاتك، وفي نفس الوقت انا صعيب عليا انني نكون لاي طرف، الملف بيد القضاء، في اهانه، في تشهير، في سب، في شتم، الرساله اللي بغيتي توجهي اليوم، ولا كانت شي بادره، شي بادره، واش ممكن، هذا سؤال انا ما كنضغطش، سؤال، واش ممكن هادشي يتحل ولا لا؟ واش ممكن التصدع يسالي معايا انا ويكون هاد صح؟ راه شي هاد الراجل كون ما كانش كيتيق فيا راه كون طلقني. راه خصك اخويا يوسف تسمع اللايفات شنو كيتقال فيهم، راه كيتقال فيهم انا شمكاره، ترى كيتقال فيهم شي هضره اللي ما خصهاش تقال، واخا تكون ما خصهاش تقال. عندي وليدات، راه عندي ولد، عندي خليفه، ومزوجه بواحد السيد اللي براني، وكتفرج فيا امو كيتفرج. ومن بعد دابا نتوما داك الشيء هو اللي كان الهدف ديالكم، انكم تشوهوا لي السمعه ديالي. وراه راجلي معايا، والله العظيم هذا الشيء اللي داروه كامل ما زادني انا وراجلي غير موده بيني وبينه، وغير حب وغير احترام. تيقول لي فاطمه الزهراء انا وراك، شي واخا يحطوا تصاورك انت عريانه فيهم انا غنغطيك. راه كنقولها لكم وحق لا اله الا الله، الا ما هذا الشيء ما زادني غير ثقه في راجلي. يمكن قبل ما كنتش كنثيق فيه اكثر ما كنثيق فيه دابا، لحقاش ما كاين حتى شي راجل غادي يبغي يسمع ديك الهضره على مرتو. صح ان انا بعض المرات كنوصلوا لواحد كيبقى يقول لي واش بصح هذا الشيء تقال، بعض المرات راه راجل، بعض المرات كوما كانش واحد الثقه اللي بيناتنا وحق الله ما غنكملوا، كيصبر وكيقول لي رانا انا في ظهرك، ولكن بعض المرات كيضعف، تيضعف، تيولي يقول لي واش الهضره بصح فاطمه كاينه، واش هاد الهضره بصح اللي تقالت كاينه، كنبقاو نحلفوا يعني عيشونا في واحد الجو معي. بغيت نقول لهم انا غير واحد الحاجه، واش ما عيتوش 9 شهور من شهر واحد لشهر 9، راه نفس الموضوع كيتعاود، نفس الهضره كيعاودوها، نفس الهضره كتقال يوميا، تيعاودوا نفس الهضره، ما كاين حتى شي جديد. انت براسك اخويا يوسف ما كنتيش عارف ان السيده عندها قناه؟ ما كنتيش عارف؟ ما
ما عرفتيش، ما قالت لك والو. هي الهدف ديالها راه تضرب عصفورين بحجر، ان تشوه الاب ديالها وتشوهني انا وتشوه مرت الاب، وفي نفس الوقت دير قناه وتكبرها. عرفتي انا راه غبرت شهرين قبل ما نولد، حيت وصلت لواحد المرحله الطبيبه ديالي قالت لي صافي بركه، كان عند نشف لي الماء من 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 من, 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 من عند البيبي، نشف الماء. قالت لي ارتاحي وعطي راسك الراحه. فكرت قلت انا هذا اليوتيوب كاع اللي غيدير لي، حيت صافي ما صافي كان غير بيا الفرخ. راه كنت كنقول هاد البنت اللي غنولد راه ما غنولدش هاد البنت نورمال، راه نهار كيفتحوا لي وكنسمع صوت البنت كنقول مني غيعطيوها لي وغيحطوا لي في ايدي، مستحيل تزاد نورمال. ديما كان كيجيني هذا الفكر هذا، كنقول الدريه ما غاديش نزاد، والحمد لله ولات البنيه بخير. دابا غادي تناقشي معايا بعيد شيئا عن الموضوع، تناقشي معايا المحتوى ديالك كيفاش كتشوفي التطلعات ديالك في القناه، وانا غنختم في السؤال اللي عطيتني ديال هل كنت على اطلاع ان هي دايره قناه، نعم ام لا. انا غادي نختم في الموضوع بالحقيقه، غادي تعطيني الجواب على المحتوى ديالك وكيفاش كتطور هذا المحتوى وهذا القناه، الهدف ديالها لاش، واش اليوم هما كتجاوبي ولا الهدف ديالها ان عندك فيها واحد التصور واحد الخط اخر تكلمي على القناه؟ انا ما كنتش كنجاوب، جاوبت مره واحده وندمت لحقاش الناس كلهم كانوا كيقولوا لي فطوم ما تجاوبيش، حنا كنثقوا فيك. ولحد الان هاد الهضره كتقال لي، واخا انني كيدير عليا لايف يوميا وكيتهز القران وكيحلفوا بالقران ان داك الشيء كامل اللي كيتقال فيا راه صحيح وكيحلفوا به، وباقي الناس الحمد لله في صفي. يلا ناقشي معايا المحتوى اللي كتطمحي ليه في القناه ديالك. المحتوى ديالي انا راه انا كنت في الاول كنصور انا وراجلي في الامارات، كنا كنديروا كنصوروا حياتنا بالدار، كنصوروا حياتنا على برا في الامارات كيفاش كنعيشوا في الامارات. من بعد ما دخلنا المغرب دخلت معايا الوالده هي ولات كتصور معايا الفيديوهات مع الناس، عندنا واحد الحب كبير الحمد لله مع الناس، وهذا الحب هذا الحب حتى هو راه مستهدف انه يحيدوه لينا. ولكن المغاربه تبارك الله اذكياء بزاف. اختي شكرا لك، الله يوفقك في المسار ديالك والله يحفظ لك وليداتك. بغيت نوجه غير واحد الكلمه، شتي لما حنيتوش فيا انا كنبقى اختكم من باكم، ومرت باكم راه كتبقى مرت باكم. فكروا غير في با اللي عنده 70 عام، راه حرام عليكم وحشومه عليكم، راه ما خليتوش لبا الوجه باش يجلس في القهوه. تخيل برا عنده غير تليفون عادي مسكين، تخيل ملي كيجلس كيبقاو يعاودوا ليه رجالة بناتك ما بناتك ما بناتك، راه بنتك حشومه راعي وغلبة. حبسوا راه حتى حاجه ما غتبدلوها، راه با واش دابا هاد 9 شهور كامل اللي كتعايروا فيه وكتعايروا فينا، واش اشنو عالجتوا؟ ما درتوا حتى شي حاجه، بالعكس كتزيدوا كتحقدوه عليكم. اختي شكرا لك، الله يوفقك. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا فاطمه الزهراء عطتني مجموعه من النقط بشكل مختصر في الموضوع. مشاهدينا الكرام عطتني سؤال جوهري في الموضوع، هو في الظرفيه اللي ولدات تما بطبيعه الحال فاش كان توضع الفيديو الاول اللي ربطوا بيا الاتصال الابنه ديال الزوجه الاولى ديالو، وطلبت منا اننا نسجلوا معها في الموضوع ولكن بصورة أخرى، وهذه هي الحقيقة. الصورة أنه المعطيات اللي أعطتني تتكلم عن الأم اللي فقدات زوج 45 سنة دوزت معاه فيها 32، هي لازالت في العاتق ديالو، تخلى عليها حوالي 14 أو 16 سنة. إلا تبعتوا معنا هذا الفيديو السابق ما كانش في العلم ديالي أنه هذيك الإبنة اللي كانت رفقة الأم ديالها أن عندها قناة. بعد من وضعت الفيديو الرأي العام ربطوا بي اتصال وعطوني هذا المستجد، كان من الطبيعي جدا انني غادي نتصل بها ونطرح لها نفس السؤال. كان الجواب ديالها صراحه يميل بشكل كبير للذكاء، قالت لي انا طلبت منك الموضوع ديال الام ديالي والاب، ولكن من بعد في اللايفات اللي كتقوم بهم توريه بطبيعه الحال كتذكر فيهم هذا الفيديو هذا بشكل كبير. هنا وليت انا مجبر انني نتبع هذا الملف ونفهم الابعاد ديالو. من بعد كيربطوا بيا الاتصال العائله اللي هما موضوع النقاش، الزوجه الثانيه عفوا والاب محمد وكذلك الابنه ديالو اللي هي اليوتيوبر وكذلك الزوج ديالها باش يجاوبوا على مجموعه من المغالطات كما كيشوفوها هما. هذا الملف فيه نقاش، فيه تصدع، فيه شنآن. تمنيت صراحه كما الفيديو الاول انني نطلب الرحمه في هذا الموضوع ونطلب يكون واحد صله الرحم بين الاب وهذيك الزوجة وهذوك الوليدات وبالأخص ذاك الإبن اللي هو عنده إعاقة. ولكن
ملي اطلعت على المحتوى من جميع الجوانب لقيت صعوبة، وملف بيد القضاء لأنه فيه تراشق في الكلام، فيه كلام نابي وساقط، وكذلك اتهامات مجانية وأمور تتعلق بالشرف ديال الإنسان. مشاهدينا الكرام، القرار في الأخير بيد القضاء. في خضم الموضوع كما تناولنا الفيديو الأول مع الأب اللي جاب، والأم اللي هي الزوجة الثانية، واليوتيوبر اللي هي قريبة مني فاطمة الزهراء جاوبت في الموضوع. الفيديو المقبل مع الزوج ديال فاطمة اللي هو الإماراتي يريد أن يبوح بأسرار وأن يستفيد في مجموعة من المعاناة ديالو اللي عانى في هذا الموضوع. تبعوا معايا.